حكاية سنحكي لكم حكاية. أني مهاري أني مهاري أني مهاري الحلوة أني مهاري أني مهاري أني مهاري الحلوة. انتهى درس النهار وحان وقت حكاية. أني مهاري أني مهاري أني مهاري الحلوة أني مهاري أني مهاري أني مهاري الحلوة. مهرات سبع حلوة كل لديها هواية كل لديها حكاية سوف نحكيها. أني مهاري أني مهاري أني مهاري الحلوة أني مهاري أني مهاري أني مهاري الحلوة أني مهاري الحلوة. ياه صحن طائر جسم طائر مجهول الهوية هو واحد آخر. آسفة برايت آيز تتحدث عن سفن فضائية وأطباق طائرة. كفى يا باتش لا وجود لهذه الأشياء. لقد شهد طبق طائر فوق خليج الخيل. ربما تعود الأطباق الطائرة. دعونا نصعد تلة الليلة ونراقبها. قد تكون هذه أكبر مغامرة في حياتنا. ياه المكان مرتفع بشكل مخيف. والطريق ضيقة جدا. ماذا أصابكن جميعا؟ جربنا المخاطر مرة في حياتكن؟ إن الحذر أفضل أحيانا. الحذر ممل. أنا صاعدة. أنا آسف يا باتش. ولماذا يا حضرة المأمور؟ ألم تسمعنا بالصحون الطائرة؟ لا لا ليسنا. نريد أن نشاهد الصحون الطائرة. كلاوديا اصمتي. أنتن تعرفن إذن. ولكن يا حضرة إذا عادت الأطباق الطائرة الليلة ستحاول جميع المهور الصعود إلى هناك. لذا عدنا إلى بيوتكن. هذا ليس عدلا. الكتب مليئة بالأبطال المغامرين. أريد أن أصبح واحدة منهم. هناك قوتان رئيستان للرفع والسحب. الرفع يعطي الطائرة القدرة على الارتفاع ويحافظ على ارتفاعها أثناء التحليق. أما السحب فهو قوة هوائية تقاوم حركة الأشياء المنطلقة إلى الأمام. إن شكل الجسم يؤثر على كل شيء. أو أن أتسلق القمة العالية. أريد أن أقود طائرة. ها هي فوهة بركان الفائرة وأنا أهوى المغامرة. شيء مثير جدا يشدني كثيرا. أود الخروج في رحلة إلى الجبل أو إلى البحر فأنا أهوى المغامرة. ربما أقود آلة زمنية أو قاربا في البحار الصاخبة. كم أحب الحياة. كم أحب المغامرة. كم أحب المغامرة. والآن يا تلاميذ عندي لكم مفاجأة سارة. سأعرفكم على شخصية هامة جدا. اتبعوني من فضلكم. يا ما هذا؟
أعرفكم على صديقي الحميم السيد كيدو الذي تكرم وجاء ليعطيكم درسا في الديناميكا الهوائية. أهلا بك سيد كيدو. كيف حالكم؟ مرحبا 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 مهوري الصغيرة، مكان ساحر في ظهيرة يوم مجيد. لك أجمل التحيات يا أنسة هاكني. أنت جميلة دائما أنسة هاكني، صدقيني. شكرا لك يا سيد كيدو. أستطيع التحليق قليلا؟ أليس الأفضل أن تتعلمي أولاً مبادئ التحليق بالمناطيد يا جميلتي؟ أجل طبعاً أنا جاهزة، لكنني أفضل أن أحتسي كبشاي في البداية، هل أحظى بذلك؟ طبعاً طبعاً يا أستاذ كيدو. ولكن ماذا عن المنطاد؟ أنا لا أبحث في أمر المناطيد قبل احتساء الشاي أنسة هاكني. نعم هيا يا مهور. ماذا تفعلين يا باتش؟ الأفضل أن تخرجي قبل أن ترتكبي حماقة. انظري إنه دليل التوجيه، لنرى. ها هو صمام الانطلاق. إنه يتحرك. اهدئي يا بونبون، لن يذهب بعيدا، فهو مربوط بالحبل. لهذا الحبل الصغير؟ هذا ممتع حقا. لا يا باتش لا لا. اقفزي، انني ممسكة قنبه. اقفزي. انني اطير، اطير فعلا. انزلي هذا الشيء. مستحيل، سننطلق في مغامرة. لا لا يمكنك ذلك. يا لطيف ماذا سنفعل؟ انزلا، هيا انزلا. حسنا نحن بخير. لا لست بخير. لا تقلقن، دليل القيادة معي. إلى اللقاء. ألا تعتقد سيد كيدو بأن ترك المنطاد في باحة المدرسة يبعث على القلق؟ لماذا يا عزيزتي؟ لما القلق؟ لا أحد من تلاميذك يستطيع أن يحلق به. أستاذ كيدو أنت عقلي، كيف حالكما؟ لا لا. هذا رائع، إنني خفيفة كالريح. أشعر بدوار. اجلسي واستمتعي بالرحلة، تلك هي الجزيرة الاستوائية. أفيقي، أنت تضيعين أمتع اللحظات. أيقظيني عندما نصل إلى الأرض. هذا الكتاب دليل مغامرتنا. للتحليق الطويل أحرق المزيد من الوقود. إنه ينطفئ. ما هذا الصوت؟ ابتعد من هنا. هيا توقف أيها الوقت، توقف توقف. ابتعد من هنا. ماذا فعلت؟ لقد ألقيت بكتاب التوجيه. حقا؟ أرجو ألا تكون ذاكرتك ضعيفة. لقد أفرغ الهواء. غير أن اللهب ما يزال نشيطاً. ماذا يمكن أن يحصل أكثر من ذلك؟ سنكون القرش. لا تخافي يا بونبون، سأحميك. ماذا أصابك يا بونبون؟ كيف؟ إنني أفكر. إنها مهور سحرية مضيئة. طبعا، ماذا حل بالصحن الطائر؟ صدقيني يا بونبون، مهور سحرية. انتبهوا انتبهوا. ماذا يحدث؟ ماذا حصل؟ أخلع عليك، لن تصدقيني في كل الأحوال. مهور رائع. يمكنكما أن تعودا إلى دياركما. أين تعش؟ وهل أنتن كثيرات؟ يجب أن نمضي، هناك أشياء أود أن أعرفها. اصبري يا باتش، ما زالت الحياة أمامك طويلة. لن أنساك.
ولا تنسي الحذر حتى وأنت تغامرين في الجو. ما هو اسمك؟ يسمونني الوميض اللامع. وداعا يا باتش. وداعا وشكرا لكم. مع من تتكلمين؟ لا تقولي لي إنها المهور السحرية المضيئة. انتهت الرحلة، لنعد إلى الوطن يا بونبون. لقد عدت حقا على السلامة. كيف أنتم؟ هل أنتما بخير؟ كانت مغامرة المغامرات. من طادي من طادي. أنا سعيدة بعودتكما بسلام، ولكن هذا لا يبرر تصرفكما المتهور، ولا تعودا لذلك. انظروا، إنه الصحن الطائر. إلى اللقاء. ألا تكفيك مغامرة مثيرة واحدة في اليوم؟ ها هم مرة أخرى. أنا هنا أيها الوميض اللامع. فقط أردنا التأكد من أنكما عدتما بسلام. أنا بخير، أيمكنني زيارتكن؟ المستقبل مليء بالفرص والاحتمالات، وحتى ذلك الحين. وداعا. وداعا يا صديقاتي. سأعثر عليكن يوما ما. بدأنا بدأنا الحكاية، سنحكي لكم حكاية. أني مهاري أني مهاري أني مهاري الحلوة. أني مهاري أني مهاري أني مهاري الحلوة. انتهى درس النهار وحان وقت حكاية. أني مهاري أني مهاري أني مهاري الحلوة. أني مهاري أني مهاري أني مهاري الحلوة. مهرات سبع حلوة، كل لديها هواية، كل لديها حكاية سوف نحكيها. عن مهاري عن مهاري عن مهاري الحلوة. عن مهاري عن مهاري عن مهاري الحلوة.